عليكم، يوم جديد وحظ جديد. اعرف برجك هيقول لك ايه النهارده. وهنبدا مع برج الحمل. مهنيا مفاجاه صغيره هتفرحك وتخليك تكمل ادائك في تطوير شغلك. عاطفيا انت رومانسي لابعد الحدود، وده شيء بيخلي حبيبك يتعلق بيك اكتر واكتر. برج الثور. مهنيا ما تعتمدش على مساعدات زمايلك، انت تقدر تنجز شغلك لوحدك بطريقه ترضي طموحك. عاطفيا الحب فيه حلو وفيه وحش، الظروف هتعندك حبه بس هترجع تضحك لك بيه. برج الجوزاء. مهنيا الضغوط هتخف من عليك وهتظهر لك فرص جديده غير متوقعه لتسويه الاوضاع. عاطفيا ما زلت متهور والكلام بيطلع منك من غير تفكير، خد بالك دي حاجه بتضايق حبيبك، حاول تحسن. برج السرطان. مهنيا استثمارات ناجحه النهارده وتعاملاتك مع اللي حواليك ايجابيه. عاطفيا لازم تحاول تقضي وقت اكتر مع حبيبك عشان يعدي المحنه اللي هو فيها. برج الاسد. مهنيا الظروف ايجابيه النهارده وبتتخلص من اي حاجه فيها سوء تفاهم او فوضى. عاطفيا لازم تخفف من عصبيتك خصوصا مع حبيبك، وما تقولوش يعمل ايه لان هو عارف. برج العذراء. مهنيا خليك حذر من غيرة زمايلك منك في الشغل، لان ممكن يحطوك في مشاكل ويشوهوا صورتك. عاطفيا ما تثرش غيرة حبيبك علشان انت مش عارف هو مخبي لك ايه. برج الميزان. مهنيا ممكن يمر عليك سوء تفاهم مادي شخصي او مهني. عاطفيا هتوضح الرؤية بالنسبة لموضوع كان غامض بينك وبين حبيبك. برج العقرب. مهنيا توقع نجاح يجيلك عن طريق علاقاتك العامة بالإضافة لأفكارك وحيويتك. عاطفيا طريقتك مع حبيبك هتخليه يبعد عنك، إذا كنت مهتم بيه حسن تصرفاتك معاه. برج الكوس. مهنيا نظام جديد هيتفرض عليك وده هيخليك متأني في كل حاجة أكتر. عاطفيا شكوكك في حبيبك مش صح، اديله الثقة عشان هو يستحقها. برج الجدي. مهنيا واثق في نفسك النهارده وعندك قدرة كبيرة تنجز المطلوب منك بامتياز. عاطفيا ما تترددش في التعبير عن حقيقة مشاعرك لحبيبك، ده هيحل الأزمة اللي بينكم. برج الدلو. مهنيا حدث مميز هيحصل هيخليك تحل كل مشاكلك في الشغل بكل عقل وحكمة. عاطفيا علاقتك بحبيبك متينة جدا النهارده وبتعيش معاه استقرار عاطفي. برج الحوت. مهنيا خليك حذر من المشاكل النهارده وما تقلقش، انت اقوى من اي شيء. عاطفيا ما تاخدش قرارات النهارده وخليك منتبه لاداء التفاصيل اكتر من كده. وكده خلصت حلقتنا النهارده، استنونا بكره وحلقه جديده مع حظك والابراج.